ننتقل إلى عالم الأزياء والحدث الفني اللي ضجت به دمشق مؤخراً واحتشد له المشاهير والفنانين في فندق الفور سيزنز، وهو اللي شهد أول عرض أزياء كامل لحكم الزعبي، هذا الفنان الآتي من عالم الأعلام ومن مختلف بقاع الأرض. أعلن حنينه لبلاده بانطلاقة اسمه كمصمم في رحابها، عرض مميز صورناه لكم، تابعوا معنا. عم نزر حكم كعون مصمم سوري، أزياء سوري على ليفل رفيع. طبعا بنتمنى يكون على ليفل رفيع بيرضي ذوق الشعب السوري، لأنه الشعب السوري أنا بالنسبة لي من أرقى الشعوب. حكم الزعبي هو شخص رائع جدا وحدا كتير كرياتيف، حدا مبدع. واضح انه في شيء جديد وفي شيء حلو، في شيء سمبل ما انه معتمد كتير على الأوفر، شوي بالشك وبالهي، معتمد شيء يمكن البيسك تبعه هو القماش أكثر ما أنه حركة بالشك. بس أنه له مستقبل كتير قوي، لأنه بيعرف هيك الإمرأة شو بتحب وشو بدها وبكل مناسبات وبكل المودز حتى، سو بتخيل رح يكون له نجاح باهر. حكم بتنبأ له بشي كتير مهم، مو بس على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم. مبروك حكم، وإن شاء الله لقدام منلبس من مجموعاتك الحلوة. ونستقبل بالاستوديو المصمم حكم الزعبي. اهلا وسهلا فيك. لا سنا بنقول المصمم، كنت قبل الاعلامي وابن الدبلوماسي، ما بين الاعلام طبعا ووالدك اكيد سفير هو وزرت العديد من البلاد، الى عالم الازياء والتصميم والحدث الكبير اللي اقمته ببلدك سوريا. خبرني على هالنقله وكيف خطرت على بالك. هلا اول شيء مساء الخير لك المشاهدين سيدتي وروتانا خليجية. الحقيقه انا من زمان انا والازياء صحبه، من انا وصغير برسم، من انا وصغير بعشق الرسم والصبايا. دراستي اصلا كانت تصميم ازياء، معي ميجر ان فاشن ديزاين، باتشلر ديجري فروم ماريمونت يونيفرسيتي بواشنطن، وعندي ماينر ان هيومن ساينسز، هي لاني كنت اهوى الاعلام. فقررت انه ادرس شيء بين الاثنين. وانت درست هيدا طبعا دراسه الازياء، ولكن عرفني كاعلامي. وقت كنت عم بدرس تصميم الازياء بواشنطن كان لي تجربه تلفزيونيه مع مكاتب الام بي سي بواشنطن. نعم. وكثير حبيتها، فقررت انه اعمل الدبل ميجر. رجعت على سوريا ب 2004 2005 بعد ما تلقيت شو بيقولوا عمل. نعم. بنيويورك مع مصمم ازياء شهير اللي هو اوسكار دي لارينتا. بس قررت انه ارجع الشام، لانه كان عندي دائما عشق انه لازم ارجع سوريا. خبرني كيف كانت العوده الى دمشق وانت تنقلت من بلد لبلد كون والدك سفير. الحقيقه انا عشت بكثير دول، بس كان دائما انه عندي شغف انه لا لازم ارجع الشام. كانت سوريا دائما بالنسبه لي انه اتس هوم، وير ايفر اي ام، النظره المستقبليه there is only one home. فرجعت على الشام، اشتغلت بالازياء لفتره قصيره، بعدها انجرفت بتيار الاعلام. حبيته كثير، من المجلات للراديو، من الراديو للتلفزيون. وبعدها رجعت قررت انه ارجع بهالفتره على سوريا وخلص استقر، لانه بتصور انه لعمري انه وقتها انه اجي واستقر بمحل واحد. فالحقيقه انا
وفي لي شريكه اللي هي مسي علي من خلال سيدتي رولا الزعبي اختي. نعم. ومعي طارق شعراوي صديق قديم إلي وهو شريك معنا بشركة أسسناها نحن الثلاثة سميناها The Firm وضوينا شمعتها الأولى من أسبوعين بدمشق العرض من خلال العرض طبعا لأنه الشركة The Firm هي تحت في subsidiary companies اللي هن Events Management نعم. فهذا العرض كان من تصميمنا و تنفيذنا يعني سكرين كل شيء كل النواحي خلينا نركز تحديدا على هذا العرض الأول بكل صراحة ردة الفعل هيك من اللحظة الأولى كيف كانت الحلو بالموضوع إنه كل المجتمع اللي كان أو كانت هي جمعة فيها العديد من الشخصيات المعروفة بسوريا نعم وإجا الحقيقة كمان شخصيات من خارج سوريا إعلاميين وفنانين وعلى رأسهم بحب أوجه تحية من خلال سيدتي لشخص كتير عزيز على قلبي بجيته عن جد شرفنا اللي هو الفنان السوري الكبير دريد لحام أكيد بيعطي دفع هلا ايه؟ هذه الشخصيات بتحس بيعطي دفع وبيخوف صح فوقت شفتهم كثير انبسطت طب حكم اجمل تعليق سمعته من الحضور شو كان بصراحه هلا حتى لو كان في شيء هيك كلمه اول ما دخلت بعد ما خلص العرض ودخلت لانه كنا عاملين فوتو شوت بعدها عم شوف الناس واصحابنا والكل اجتني كلمة انه this was طبعا ما بدي انفخ راسي فيها بس this was an international fashion show and you're an international designer فحاولت انه اخلق شيء ببساطة يكون مختلف عن غيره ان كان بالقصة باللون طب من هون شو كانت الفكرة؟ فكرة العرض يعني كيف هلا فكرة العرض فكرة العرض هي كل فستان بلش بلوحة نعم لوحة انرسمت وبعدين تنفذت الحقيقه يعني كان في خليط فكان في مشاعر كثير قويه انه انا بالشام رجعت لمدينه الياسمين في حنين كبير لها فبشكل او باخر في كثير من الفساتين بتلاقي فيها تقليمه يمكن البيت الدمشقي وبنفس الوقت في فساتين ثانيه رسمتها وانا بحنين للماضي بحنين لاشخاص تركتهم بدول مختلفه نعم. فيمكن جمعته كله مثل ببوكي ورد اسمه سوريا وهديته لبلدي حكم لما بدك ترسم هيك وتصمم اي امراه هيك بتسحرك وتحس بتقول انه هيدي هي بدي اياها تلبس لي شيء انا مصممه انه غير نادين هلا لا بالفعل الحقيقه انا وقت ببلش رسم بتكون حالي ما بعرف شو بده يطلع معي بس بقول لحالي انه بدي ارسم لنقول فستان عرس ببلش بالوش وبالعيون وعلى قد جمالها بصير في تحدي انه كل ما كانت احلى الرسمه كل ما لازم لبسها احلى يعني هو عم بفهم منك امراه خياليه اكثر ما هي امراه موجوده للاسف يعني إيه؟ سهله المنال ورسماتي اسمهم رسم بنات حكم فكل اصحابي عم بدوروا لي على بنت حكم انه وينها مشان لاقوا لي اياها وبعدهم هلا اكيد صعب هلا عم بدور صار 31 سنه وما كنت لاقيها طب بنعرف انه كل هيك فنان كان مصمم او شاعر او ملحن او رسام عنده حدا هيك الهام عنده حدا بيلهمه انه بيقول له انه هلا لازم او مصدر لازم هلا ترسم لازم انت اليوم اللي بخليك بالفعل تقعد هيك باحسن لحظاتك انه ترسم وتصمم مين هو المصدر تبعك في جو معين انا بحب الشتاء كثير بحب البرد بحب اغاني وقت تكون بالشتاء والبرد ومع لايتنج معين ميوزك معين يكون واجمالا بسمع كثير لكثير مطربين بس اللي بتلهمني كثير بالرسم صوت اصاله حلو كانت موجوده بالعرض؟ لا للاسف لا ما كانت كان بالقاهره وفي مطرب ثاني اسمه مصطفى يزباشي انا هذا بحبه كثير اغانيه كلماته كلها كثير حزينه بتناسب الرسم على كل حال ما بعرف الايجو تبعولك لوين بعد رح يوديك بتعلم اعلامي مصمم صاحب شركه مع شركائك وين بعد هذا الايجو رح يوصل وين في بعد مكان اخر ليكي انا كنت اقول لوصل ل 30 بس طفيت ل 30 كنت اقول انه حابب غني وحابب مثل فيعني التمثيل ها ممكن الغناء اكيد بعيد عنه والحمد لله ما في اكثر من هيك لا بس هلا عم نحضر لشيء شوي بده يكون كبير طموحي انه ان شاء الله نقدمه بالطريقه الصح نحن كذا فيرم يلي هو دمسكس فاشن ويك حلو اخذنا اللايسنس والاسم برافو ونحن كذا فيرم انا ورولا وطارق رح نكون عم ننفذ
يعني سبقتونا ببيروت يعني خلينا نقول إن شاء الله.